قال السلام عليكم، من انتم وما اهدافكم؟ من انتم؟ ده الغزافي ولا شنو كتب السؤال ده؟ من انتم منو؟ ونحن بننضم كله هنا مره، كل مره بننضم في المحل ده، انت ما عارف نحن منو لسه؟ انا اسمي ابو بكر، والقبالي محي الدين، والقبالي اسمه ادم، وفي كتار قاعدين هنا، من انتم؟ منو يعني؟ عنكم منو يعني؟ احنا بني اسرائيل؟ يعني احنا قاعدين مع جنود السودانيين، ما اهدافكم؟ اهدافنا انت تعبد الله براو، ده هدفنا احنا. وتتبع نبيك محمد عليه الصلاه والسلام. هدفنا الوحيد انه نعلمك تعبد ربك براو وتخلي الصوفيه، لان انت لو باريت الصوفيه ما بتعبد الله براو، حتعبد الشيخ صدقني. صدقني لو باريت الصوفيه حتعبد لك شيخ في النهايه، الشيخ طلع ومرق وبيعلم الغيب وبجيب الرايحه، في النهايه دار يوصلك عشان انت وقت تقوم على حيلك تقول كب يا الكباشي، ده دار يوصلك ليها. وكان قلت دي الجنه حرام، قال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لو عرفت دي تتبع نبيك صلى الله عليه وسلم في كل عبادة من العبادات، ذكر على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبس على طريقة رسول الله، صلاة على طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو عرفت الاثنين ديل كده عرفتنا نحن منو وهدفنا شنو. تمام، لو عرفت دي نلتقي إن شاء الله في مرة قادمة. السلام عليكم.